طلعي بس على الكاميرا. على الكاميرا. ايش اسمك؟ ام وحيد. فهميه يعني اسمي ام وحيد. لما تطلع على الكاميرا. على الكاميرا. لازم تطلع على الكاميرا. قديش عمرك؟ عمري 90. مين جوزك؟ جوز عبد الحليم الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ فخار. وولاده كم فخار. واحد؟ فخار 7 اولاد فخار هم واولادهم. تمام. أنت لا تختار أن تكون فخورياً في مدينة الخليل. منذ زمن بعيداً عن الذاكرة، نداء الفخارة تم توارثه من أب إلى ابن. كثير تركوا الحرفة في العقود الأخيرة بالرغم من اختفاء بعض المنتجات وتزايد الطلب على البعض الآخر. 7 عائلات فخورية كانت في بداية عام 1970. منذ إذن انخفض هذا العدد إلى 4 عائلات فقط. بفعل الضرائب المحلية ومشاكل النقل بين الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، أصبحت الحرفة أقل جدوى لعامليها. الأجيال اليافعة تحلم بأجور أفضل. الفاخوريون الباقون ما زالوا يستخدمون تقنيات عمرها مئات السنين، كما تشهد بداية حرفة الفخار تحت الحكم العثماني في القرن 16، حيث قام النظام العائلي بتمرير هذه المهارات القديمة عبر الزمن من خلال الحفاظ عليها داخل العائلة الممتدة التي تتضمن الآباء والأبناء المتزوجين والغير متزوجين. الحرفة استطاعت النجاة خلال اضطرابات القرنين الماضيين مع كل ما مر من حرب وعنف. في عام 2019 عدد أفراد عائلات الفاخوريين الأربعة تجاوزت 50 فردا بين أطفال وبالغين. الكل لديهم اسم عائلة واحد، الفاخوري، والذي يعني اسم مهنتهم. أنا عبد السلام الفاخوري من الخليل، أعمل في صناعة الفخار تقريباً من 30 عام من مدينة الخليل. اسمي أحمد الفاخوري، عمري 27 سنة من مدينة الخليل، أعمل في صناعة الفخار منذ 17 عام. أنا حماد الفاخوري، بشتغل في مصنع فخار إلي 25 سنة، عمري 36 سنة و25 سنة إلي بشتغل فيها، وتعلمت من أنا عمري 10 سنين عن أبي وجدي. اسمي هشام الفاخوري، عمري 49 سنة وإلي 44 سنة بشتغل في هالشغلة. اسمي حسين الفاخوري، عمري 58 سنة، إلي 35 سنة في الشغلة هذه. اسمي محي الفاخوري، عمري 25 سنة، إلي 15 سنة بشتغل في هالشغلة، والحمد لله رب العالمين. انا شاكر نعيم الفاخوري، عمري 47 سنه، صار لي 30 سنه بشتغل في شغله الفخار. انا اسمي علان الفاخوري، طبعا من الخليل، وإلى حوالي هون يمكن 20 سنه بنشتغل في المصنع هذا، في مصنع الفخار. اسمي محمد صلاح الفاخوري، وعمري 25، وإلي بشتغل بالفخار حوالي 10 سنين. اسمي حلم الفاخوري، صار لي 10 سنين بشتغل مع أبي بالمحل هذا. I'm شكري الفاخوري. I'm 47 years old. I work in this job, pottery making, since about 20 years ago. العائلات تسكن حياً واحداً، فقط بضعة مئات من الأمتار تفصل بينهم. تم شراء الأرض عام 1960 في منطقة الفحص، وهي منطقة صناعية بمساحة 2 كيلومتر جنوب مدينة الخليل. البلدة القديمة في الخليل هي بيت قبر إبراهيم عليه السلام، وأيضا كانت بيت الفاخوريين في مكان هناك يسمى الحوش. السكن والعيش كان في الطوابق الأولى، والورشات كانت في الطابق الأرضي حول الساحة الوسطية.
الفاخوريون لم يستطيعوا البقاء في مركز مدينة الخليل بعد أن تم استبدال طريقة إشعال أفران الفخار التقليدية بالخشب والجفت بإشعال الإطارات القديمة. الأفران كانت بجانب البيوت، والدخان المتصاعد منها أسود وقاتم وملوث بشكل فظيع. وفقاً لذلك، وبعد الاتفاق مع بلدية مدينة الخليل، الفاخوريون وافقوا على الانتقال جنوب المدينة إلى مكان غير مأهول بالسكان وأرض رخيصة، أرض زراعية تشتهر في كل المنطقة بزراعة الخضار والفواكه. منذ إذن تغيرت البيئة المحيطة بهم. تم إنشاء منطقة صناعية هناك، حيث أصبح الهواء مليئا بالغبار الأبيض بسبب مصانع الحجارة التي انتشرت هناك. فاخوريو الخليل يعملون الآن في بيئة ملوثة ومليئة بالضجيج. وأيضا ينبغي ذكر أن جميع من يعمل في الورش الآن من الرجال. النساء والأطفال الذين كانوا يعيشون فوق الورش انتقلوا للعيش في أحياء مختلفة خارج البلدة القديمة. في مثل هذه البيئة المهنية، كل فرع من فروع العائلة حصل على مجمع من الورش تم إنشاؤها حين تزوج الأبناء وأصبح كل منهم مسؤولا عن إنتاجه الخاص. كل ورشة تحمل على عاتقها كامل عملية الإنتاج من البداية وحتى النهاية، وفي كل ورشة يتلقى الأبناء تعلم هذه الحرفة من آبائهم منذ صغرهم. في الورشة وفي سن صغيرة يبدأ الأطفال المشاركة في مهام مختلفة، حيث يمضون وقتهم هناك خارج أوقات المدرسة وفي عطلهم، يساعدون سواء كان في التنشيف أو التعبئة أو التفريغ للأفران. أيضا يساعدون في تحضير الطينة، ويمكنهم حتى التدرب على الدواليب التي لا يستخدمها الآباء. بعضهم قرر ترك المدرسة في سن 13 أو 14 للعمل بشكل كامل في الورش. الأجيال السابقة بدأت بين سن 8 و10. وحيد 72 عاما بدأ في سن 11. أخوه الأصغر كان عليه تحضير قطع الطينة له. كان بإمكانه عمل أشكال من كل الأحجام حين كان في 17. في سن 15 كان مسؤولا عن إشعال النار في الفرن. يقول وحيد: الفاخوري الجيد هو من يستطيع تحضير الطينة والعمل على الدولاب بأي شكل أو حجم بينما يحافظ على النسب الصحيحة. تحضير الطينة هي المرحلة التي تستغرق الوقت الأطول في العملية. يتم ذلك بين شهري نيسان وتشرين أول، أكثر الأشهر دفئاً عندما يمكن للطينة الجفاف بسرعة. تحضير الطينة بشكل جيد يعني الموازنة بين المقادير، بين الطينة الصفراء القلالة والحمراء السمقة. هذان النوعان من التراب يتم استخراجهما من نفس منطقة العمل، وخصائصهما مكملة لبعضها. يضاف أيضا الرمل لمعجون الطينة ليتحمل درجات إشعال مرتفعة. لا يتم تنخيل الطينة أو وربلتها على الإطلاق. النوعان الأساسيان من الطينة يتم خلطهما مع الرمل في خلاطة كهربائية لمدة ساعة تقريبا. الهدف هو تسييل الطينة وفصل الأجزاء الكبيرة ليتم إزالتها باليد بعد تفريغ الخلاطة. قبل وقت ليس بطويل كانت هذه العملية تتم باستخدام الأقدام. أحواض الخلط لا زالت موجودة لتذكرنا بذلك بجانب المصور،
الآن تستخدم كمكان لتجميع الفائض من الخليط قبل صبه في المصول. هذه المياه يتم ضخها لتغذية الخلاطة الكهربائية. يحتاج المصول إلى أكثر من 10 أحمال من الخلاطات، وتختلف أبعاد المصول من عائلة لأخرى، حيث يصل أنبوب بين الأحواض، النقع والخلط. عندما يفتح مخرج الخلاطة، تجري الطينة السائلة وتنتشر في المصول بعد أن تمر خلال غربال بلاستيكي أو منخل. الطينة السائلة ترتاح في الحوض لبضعة أيام. هذا هو الوقت اللازم لهدرجة جزيئات الطينة، الجزيئات الناعمة والخشنة. المياه على السطح يتم ضخها خارج الحوض خلال عملية ملء الحوض. المصول يحتوي على قاع مائل، يساعد ذلك الطينة على التدفق إلى حوض التجفيف المسطاح في الأسفل. الأخير يتم رشه بطبقة رقيقة من الرمل لمنع الطينة من الالتصاق في القاع. خلال عملية الهدرجة، أثقل الجزيئات تحل في قاع المصول قبل أن يتم صبها في المسطاح. الطينة السائلة تكون متجانسة بقوة. الطينة السائلة يتم مدها بارتفاع 30 سنتيمترا. تبقى الطينة لعدة أيام حتى تصبح صلبة، وبعد ذلك يتم نقلها إلى المشغل على شكل لبنات. قبل استعمال الطينة يتم عجنها لإزالة الفراغات وتوزيع الشوائب الخشنة بالتساوي. قد يضاف بعض الرمل خلال عملية العجن. الرمل يتم خلطه بالملح لإعطاء القوارير لونا أبيض خلال الإشعال.
في الوقت الحاضر عملية العجن أصبحت ميكانيكية وتتم في طاحونة الطينة. الطينة تستخرج على شكل عمود يتم اقتطاعه بطول 80 سنتيمترا. كل عمود يتم عجنه عدة مرات يوميا. يقضي الفخوريون بضع ساعات في العجن. أصعب المهام التي يتم إتقانها بدون شك هي الإلقاء أو الرمي على الدولاب. الطريقة فريدة من نوعها ويتم اتباعها أيضا في مصر، ولغاية الآن لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر. تتكون من إلقاء الأوعية التجليس عدة مرات للوصول إلى جدران رقيقة من القاعدة إلى الرأس بدون الحاجة لترقيقها خارجا كما هو مطبق عادة. المبدأ الأساسي هو تجنب خطر التفتت والوقوع. الخطر يحدد الطريقة والتي يسميها الفاخوريون تجليس الكعب أو تجليس الفتحة. عندما يكون الوعاء عريضا بالقرب من القاعدة كما في حالة إناء الطبخ الذي يسمى فخارة، عندها وزن الجزء العلوي يحمل من الطرف السفلي والذي يمكن أن ينهار خلال عملية التجليس. لتجنب هذه المخاطرة الفاخوريون يبدأون بالفتحة والجزء العلوي من الوعاء. القاعدة تبقى سميكة وتحتوي مخزون الطينة. حالما يتم تجهيز الجزء العلوي يتم إزالة الوعاء من الدولاب ويترك ليجف. بعد ذلك يتم إرجاع الوعاء مقلوبا. الجزء العلوي أصبح صلبا والقاعدة طرية كفاية ليتم تجليسها. يقوم الفاخوري بثقب القاعدة والتي تكون بسماكة بضع سنتيمترات. تدريجيا بعد ذلك يقوم بترقيق الجدران حتى يوسع الجزء السفلي ويكون قاعدة مستديرة. المبدأ في تجنب الانهيار يوضح لماذا للأوعية الكبيرة والتي تسمى جرة التشكيل يتم إنهاؤه من القاع. Thank you.
الحاجة في تجنب الانهيار تظهر أيضا في أواني الزهور القوار، والتي تشبه في شكلها الفخارة. الفخوري يقوم بتجليس القاعدة في النهاية. قيمهم القوير هدلاك من جاي تخليهمش ليه القوير الصعب إذا كان الوعاء عريضا في منطقة الوسط أو القمة، الفخوري يبدأ في الجزء السفلي والقاعدة.
عند جفاف الأواني بعد التجليس الأول يتم إعادة الوعاء إلى الدولاب ويوضع في قالب طيني ليثبت القاعدة. الفاخوري يقوم بثقب الكتلة المتبقية لتصبح مصدرا للطينة. يرقق الفاخوري جدران الجزء العلوي ويقوم بتشكيل الفم. باستعمال هذا المبدأ تجليس كل جزء بشكل منفصل يحد الفاخوريون من إمكانية تفتت وانهيار البناء الذي يحمل وزن الوعاء. عمليات الإلقاء التي تستخدم في مدينة الخليل تحتاج العمل في طينة متيبسة منذ التجفيف في عملية التجليس الأولى. أيضا يتم فيها تقدير الأقطار التي يتم تجميعها عن طريق العين المجردة من دون أي أجهزة قياس. إتقان هذه الطرق دليل على مهارات متميزة لتحسس الموتور. تجليس الكعب صالح للقطع الصغيرة مثل الإبريق والتي يعرف شكلها منذ القرن السادس عشر.
بمجرد جفاف قاعدة الإبريق يتم وضعه في قالب طيني على الدولاب مرة أخرى. يتم تشكيل الرقبة من مخزون الطينة الموجودة في الوعاء، ثم يتم إزالته ووضعه جانبا، ويتم وضعها لاحقا على جسم الإبريق بعد أن يتم ترقيق جدرانه. بعد الإلقاء تدريجياً يتم ترك الوعاء ليجف بضعة أيام، في البداية داخل الورشة ومن ثم في الخارج تحت الشمس. بعد أن تجف يتم حفظها داخلاً في انتظار وضعها في الفرن. يتم إشعال الأفران العمودية المقببة. غرفة الحرارة حيث يتم تكديس القوارير توجد فوقها قبة تقليدية من العمارة الإسلامية منذ الفترة العثمانية. كمان واحد وسط. القبة لها فتحة في القمة لتصريف الدخان. سامح سامح بس بدي اقوى الوسط. بيت النار والذي يحتوي النار بطبيعة الحال يتم حفره في الأرض، وهو قبو مستطيل على شكل حذوة حصان. بس يحتوي القبو على ثقوب في الأعلى والتي تكون الأرضية لغرفة الحرارة، والتي يمر من خلالها اللهب والحرارة. يتم تكديس الأوعية خلال هذه الأرضية المخرمة المشكلة من القبو المحدب وجدران غرفة الحرارة. يعبأ الفرن ويفرغ من خلال باب جانبي، والذي يتم إغلاقه خلال عملية الإشعال. يتم تغذية النار بالوقود تدريجياً عن طريق الإطارات المستعملة.
بعد أول ساعتين عندما تكون درجة الحرارة منخفضة تكون الفتحة العلوية للقبة مغلقة بصفيحة حديدية مموجة، وعندما تشتعل النيران كما يجب يتم فتح الثقب العلوي من أجل تنشيط سحب الاشتعال. عند خروج اللهب من الثقوب تتحول الأواني إلى اللون الأحمر الفاتح، تلك إشارة على وصول الحرارة للدرجة القصوى. عند هذه النقطة يتم إيقاف تغذية الفرن بالوقود، ويتم إغلاق فتحة القبة. أيضاً يتم إغلاق فتحة بيت النار بمساعدة أسطوانة معدنية. يترك الفرن بعدها طوال الليل. يتم فتح الباب الجانبي في صباح اليوم التالي لتبريد غرفة الحرارة، ويتم التفريغ في اليوم اللاحق. الفخوريون يقومون بإنتاج أواني منفعية وتزيينية. الطلب على الأواني النفعية أصبح في تناقص ويقتصر فقط على بضعة أنواع. هذه الأنواع هي أباريق وجرار الماء، والتي تستعمل لحفظ الماء باردا، أواني الطبخ ومنها الفخارة، والتي تستعمل في عمل الأكلات التقليدية. أقدم الفخوريين يتذكر 13 نوعاً من الأوعية في شبابهم، استعملت في تخزين أو تقديم منتجات مختلفة بين سائل وصلب. اليوم أواني الزينة، قواوير الزينة، وهي فعلياً أواني للزهور يتم بيعها لمشاتل في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية. مصاريف الشحن والضرائب المفروضة وقفت عائقا في وجه هذه الحرفة، وجعلتها أقل قابلية للازدهار بالرغم من ازدياد الطلب عليها. الأجيال الشابة أيضا أصبحت أكثر فردية وتطمح للعيش خارج دائرة العائلة. مع ذلك تبقى حرفة الفخار حرفة واعدة لسببين: أولهما الجودة الوظيفية التي تبقيها جذابة، وثانيهما مكانتها في مدينة الخليل كحرفة تقليدية ذات تراث ثقافي. Pottery is a material. It was in the past very essential in the society. You know, all the people use the pottery in their homes. But after the electricity and after the development, the pottery became something. يعني, it's not important like in the past. But it's still working, but not like the in the past. The pottery is a very ancient manufacture. I told you it's an art. If the person don't love how to make pottery, he will not learn it. Look, you can say it's a difficult job, and it's difficult to learn how to make the pottery. You know, the pottery is art more than skills. It's skills too, but it's art more than. So this job is limited in our family, Al-Fakhouri.
and it takes our family's name takes the name of the pottery. The pottery is very benefit for the human being, especially if you put the water in the pottery, it will be alive water and fresh water, it's clean the water. The body of the pottery has little holes. Perhaps if anything in the water, it comes in these holes. So it's benefit, but not all the people know these things. But in these days, I think in the when the social media spread and speak about this, I feel that the people began to turn back to the pottery, especially to use it in the water. They feel that they see an artist making a piece, beautiful piece. Like this, I saw these things in their eyes when they are looking for me when I'm making a beautiful piece. They say, oh my God, it's very beautiful. Yes, I'm proud because it's my grandfather and grandfather work with this job. I'm proud with it.